ولمناقشة تهريب النفط في العراق أو من العراق وأثر ذلك على الاقتصاد والحياة في البلاد، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الباحث في مجال الطاقة دريد عبد الله. وسيد دريد، يعني نحن نتكلم عن أزمة محروقات قائمة، وفي الحقيقة يعاني العراقيون في الشتاء خاصة نتيجة هذه الأزمة، المشتقات غير متوفرة وبالتالي البرد القارس يعني يكون تحدي كبير بالنسبة للعراقيين، وهي واحدة من أوجه المعاناة في الحقيقة، والأزمة أكبر من ذلك بكثير كما سنكتشف بعد قليل في الإجابات لجنابكم الكريم. كيف يمكن النظر إلى هذا الموضوع؟ حقيقة مشكلتنا في العراق أنه ثقافة الترشيد، استهلاك الوقود بشكل عام والطاقة ليست ناضجة بشكل كبير. فالمواطن العراقي اليوم يعتبر أنه استهلاك الطاقة والوقود هو حق، إحدى حقوق المكتسبة من المواطن الرخيصة، وبدلا من جعل هذا الحق هو عبارة عن دفع لخدمات تعتمد على قدرة المواطن المالي. هذه المشكلة التي جعلت ترشيد الاستهلاك في العراق وللوقود بشكل كبير ليست منتشرة. يعني هذه مشكلة لكنها ليست المشكلة الرئيسة، هناك مشكلة أخرى يعاني منها المواطنون ويتم الحديث عنها من المختصين، تتعلق بتهريب المشتقات وتهريب النفط، وهذا يؤثر على الكميات الموجودة في العراق. بالطبع هذه الكميات كميات ضخمة وتعزو، زيادة هذه الكميات يوميا إلى سعر الوقود الرخيص الذي يطرح فيه للمواطن، وبالتالي يكون سعر البيع مقارنة بأسعار الجوار مربحة. نعم مربحة، ولا سيما أن الخبراء قدروا المحروقات المهربة من العراق بنسبة 22% تذهب إلى دول الجوار، يعني هذه خسارة كبيرة للعراق وهي ربح في المقابل للدول الأخرى. كيف يمكن الحديث عن القيمة الاقتصادية في هذه الحالة؟ بالطبع هذه خسارة كبيرة للاقتصاد العراقي وللمواطن وتثقل كاهل الدولة. تهريب الوقود إلى الدول الجوار وخصوصا للأردن وسوريا بنسب كبيرة قد تصل إلى الأرقام التي ذكرتها وقد تكون أكبر أو أقل، هذه تجعل شراء المواطن لحاجتهم للمواد المكررة أو الوقود صعبة أو مكلفة كذلك. هذا مثل ما قلت يعزى لشكل من أشكال الدعم الغير صحيح لأسعار المحروقات، والتي يؤدي إلى فرق واسع وشاسع بينها وبين أسعار دول الجوار، وبالتالي يتم التهريب بشكل منتظم. رغم أن العراق بلد غني بالموارد، لكن للأسف يضطر استيراد بعض الموارد أو المحروقات أو الغاز على سبيل المثال، وهناك مشكلة عنده في الكهرباء وفي التدفئة، يعني في كافة فصول العام. بالطبع العراق يكرر 65% من حاجته من المواد النفطية وغيرها، والباقي يتم استيراده من عدة دول، من الهند وكوريا الجنوبية ومصر وكذلك الإمارات والكويت وانتهاء بإيران. كل هذا يجعل المشاكل على الدولة العراقية بسبب رخص أسعار تعريفة الكهرباء، تعريفة الوقود أو سعر الوقود مقارنة بسعر التكلفة التي تتحملها الدولة، بالإضافة إلى طبعا التهريب المنظم اللي يحصل اليوم. هذا بالعموم
تجعل الدولة تقلل من ضخها للمواد التي يحتاجها المواطن. هي المشكلة جدا كبيرة. بالحديث عن الدول الموردة للمحروقات للعراق، لماذا برأيك تتعمد إيران تأخير توريد الغاز والكاز للعراق رغم نفوذها الذي تريد أن تحافظ عليه في العراق؟ حقيقة إيران تتعمد هذا أو يحدث هذا الحال لسببين. أولا سبب لوجستي بسبب محدودية الطرق التي من الممكن أن تتحرك عليها شحنات النفط المكرر أو المشتقات المكررة. السبب الثاني وهو الأهم محدودية سعة المصافي الإيرانية، حيث أن المصافي الإيرانية اليوم بقدراتها الإجمالية هي حوالي 1.5 مليون برميل يوميا من التكرير. تعتمد الاستهلاك الداخلي على استهلاك معظم هذه الكمية، بينما العراق يمكن أن يكون جزء ثانوي من هذا. المشكلة في هذا الوضع أنه الجانب الإيراني ليس لديه القدرة الكافية لسد حاجة العراق الجزئية من النفط المكرر. مقارنة بأربع أضعاف هذه القدرة قبل الحرب العراقية الإيرانية. أشكرك جزيلا أستاذ دريد عبد الله الباحث في مجال الطاقة، كنت معنا عبر سكايب من برلين.